ندعيك ندعيك في كل الشهور ندعيك ندعيك في شهر رمضان مدامك الله الغفور أدعيك وأشعر بالأمان سبحانك المولى الشكور أسألك يا رب الجنان مدامك الله الغفور أدعيك وأشعر بالأمان سبحانك المولى الشكور أسألك يا رب الجنان ندعيك في كل الشهور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اليوم راح نتكلم عن سنن مهمة جدا ويستحب فعلها وفيها أجور عظيمة. خلي صيامنا فيه أجور، لا تخلي صيامك صيام ليس فيه فقط أي شيء من النوافل أو شيء من الأمور التي تزين هذه العبادة، بتقدم صيامك لله عز وجل اجعل فيه من النوافل، بل جاء في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الصيام له مستحبات تؤجر عليه إن سويتها، وإن تركتها فأنت الخسران في هذا الشيء. أمور مستحبة وهي غريبة شوي وتنفعك أنت وأنت صايم بعد. قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور. الآن نبدأ بقضية السحور. إذا الواحد أخر السحور، وهذا لا شك أنه من أفضل الأعمال التي يفعلها الإنسان وهو صائم، تأخر السحور أنك تأخره إلى عند الأذان. شيء غريب أنا راح أقولك إياه، تخيل أنا الإناء في يدي وقاعد أشرب وأذى الأذان، عادي ما في مشكلة، كمل شربتك ونزل الإناء. والحديث في سنن أبي داود، حديث أبو هريرة قال عليه الصلاة والسلام: إذا كان الإناء في يد أحدكم هو قاعد يشرب فأذى المؤذن فلا ينزله، أي الإناء، حتى يقضي حاجة من كمل شربتك ونزل اللقمة في فمي، أذى الأذان كمل اللقمة وامتنع عن طعام وشرب بعده ولا حرج. دل على ماذا؟ والبدع المنتشرة للأسف في كثير من الدول، وأقولها صراحة ولا أجامل في هذا الشيء، بدع الإمساكية اللي نشوفها في رمضان، الإمساك قبل الأذان بساعة بعشر دقائق بنص ساعة، هذا عفوا لا يعني سامحونا على الكلمة، هذا ديمن، ما في ولا مذهب قال بذلك. وأي دين؟ الأحوط دين محمد عليه الصلاة والسلام، الأحوط ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، الأجمل والأكمل ما وصى به النبي عليه الصلاة والسلام. قال: إن بلالا يؤذن بليل، يعني الأذان الأول، فلا تمسكوا حتى غائية، حتى يؤذن ابن أم مكتوم، إذا أذن تمسك لأنه الأذان الثاني، ما قال أمسكوا على الأذان الأول يلا أحوط، ما قال قبل الأذان بعشر دقائق. كم كان بين صلاة النبي وبين سحوره؟ قال قرابة 50 آية. أما قضية اللي إحنا نشوفها من بعض الناس للأسف المساكية، طيب أكل ترى باقي على الأذان 5 دقائق، لا 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 لا، أنا أمسك قبله بعشر دقائق، قبله بنص ساعة، قبله بساعة يمكن عند البعض، وهذا ليس من ديننا وليس من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. تسحروا فإن في السحور بركة، بل جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: فصل بين صيامنا وصيام أهل الكتاب السحور. بل جاء في حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: 3 من أخلاق النبوة أن تقدم إيش الفطور أول ما يقول أذان الفطور. لاحظ شوف ديننا بيسهل عليك ومع ذلك الناس مو عاجبهم هالدين، هذا ديننا. إذا أذن أذان المغرب قال الله أكبر على طول أكل، لا دقيقة خلنا أحتاط، لا معود يمكن ما أذن عدل، لا يا أخي بادر بالأكل، قال الله أكبر أذان الصحيح كل. بعض الناس لا أنطر لين أذن التلفزيون، لا لين أذن الإذاعة، هذا التنطع. قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير ما عجل الفطرة. قال الله أكبر بادر. طيب أنت عازمني على الفطور، أول ما بدأنا بالفطور قوم تعال انزل أكل معانا، لا 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 قاعد يباشرنا بالطعام والشراب، لا انزل وكل، وهذا لا شك من باب إحياء سنة النبي عليه الصلاة والسلام. 3 من أخلاق النبوة: تعجيل الفطر وتأخير السحور وقبض اليمنى عن السرعة على الصدر في الصلاة. هذه السنة النبي نشوفها، وهذا لا شك من أعظم السنن، يكفي شرف لتسحر. إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. الغبقة عندنا أنه يأكل ساعة 2 أو قبل أذان الفجر بساعتين أو 3 ساعات أو بساعة، هذا ما يسمى السحور. السحور الصح أنه يكون قبل أذان الفجر مباشرة، فعل النبي وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من أمور البركة في 3 كما جاء في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام،
يقول سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، قيل أنه موقوف قول سلمان الفارسي: البركة في ثلاثة، الجماعة والثريد والسحور. تسحروا فإن في السحور بركة. يكفي شرف المتسحر إذا تسحر، الله تعالى وملائكة يصلون عليه. يكفي شرف أن سمع أذان الفجر وردد خلفه فإن فيه أجور عظيمة. يكفي شرف المتسحر أنه راح يصلي الفجر مع الجماعة. يكفي شرف أنه إذا صلى مع الجماعة لا شك وحاضر مبكرا دعا بين أذان الإقامة، أجور عظيمة جدا يجب أن نحافظ عليها. حافظوا على السحور، أخروه، وحافظوا على الإفطار، بكروه، كلها سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نلتقي في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعيك في كل الشهور، ندعيك، ندعيك في شهر رمضان، مدامك الله الغفور أدعك وأشعر بالأمان. سبحانك المولى الشكور أسألك يا رب الجنان. مدامك الله الغفور أدعيك وأشعر بالأمان. سبحانك المولى الشكور أسألك يا رب الجنان. ندعيك في كل الشهور.